نحن سعداء اليوم بافتتاح هذه الخطوط الجوية الجديدة التي ستربط مدينة أكادير بكل من مدينة فارسوفي وكاتوايس ببولونيا. ويعتبر افتتاح هذه الخطوط الجوية الجديدة مناسبة لتعزيز العرض الجوي لمدينة أكادير التي تعرف دينامية كبيرة لحركة النقل الجوي، كما يعتبر كذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه المدينة التي تزخر بالعديد من المؤهلات السياحية. هاتين الرحلتين وصلتا مدينة أكادير وعلى متنهما ما مجموعه 368 سائح. الرحلة القادمة من فارسوفي كان على متنها 180، بينما الرحلة القادمة من كاتوفايس كان على متنها 180 سائح. سجل المطار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 رقما قياسيا في حركة النقل الجوي، حيث استقبل أكثر من 1,670,000 مسافر، وذلك بارتفاع قدره 11% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 و39% من سنة 2022. أما بخصوص الربط الجوي للمطار فهو يرتبط حاليا بحوالي 830 وجهة دولية، وذلك عبر 245 رحلة جوية في الأسبوع بين الوصول والمغادرة، إضافة إلى الخطوط الجوية الداخلية التي تربطه بكل من مدن طربدة والدخلة، العيون، فاس وطنجة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.